مش كل الموجود مكتوب في الجرايد ومش كل النجوم اللي موجودين في الجرايد نجوم بجد. بعضهم بيبقى بيتاجر بكلام كتير عند الجمهور. ده العرض عندنا قايم عليه. بنحاول عن طريق ده ان احنا نقول للناس حريه التعبير مكفوله. ده منطقي. لكن حريه التفكير كمان مكفوله. مش كل اللي يطلع لنا من جورنانا او يطلع لنا من اعلام نصدقه بسرعه. لازم عقلنا يعمل جنب ده. النهارده اخترنا ان احنا نحتفل باليوم ده في مجموعه بشر للتنميه الفنيه والثقافيه عن طريق ان احنا بنعرض مسرحيه. المسرحيه بتتبنى المفاهيم اللي احنا عاوزين ننشرها. غير كده المسرحيه اصلا بترعاها مجموعه بشر هم اسمهم فرقه الرحله. كلهم من الممثلين الجداد بس رغم كده قدروا ان هم يحققوا نتائج هايله في المهرجانات اللي نزلوا فيها. فرقه رحله بمجموعه بشر للتنميه الفنيه والثقافيه وبما يملكونه من ادوات استطاعوا ان يقدموا هذا العرض على عدد من المسارح بالقاهره والاقاليم. العرض عباره عن ايه؟ الطبقات اللي في المجتمع الناس اللي يعني احنا جايبين المشاكل في المجتمع بنقدمها. عرضنا مرتين في مسرح روابط ومره في مهرجان سبت ودي المره الرابعه في بيت الامه. بنحاول نقدم يعني رساله ان احنا ننقل الواقع الى حد ما زي ما هو بس قابلت عوائق كتير ويعني الحمد لله عديناها. يعني مش فكره ان هي ماديات وبس لا يعني احنا بنقدر نتكتف كلنا مع بعض. كان هدف الاول ان احنا نطلع عرض يهمنا كشباب ان احنا نعرض موهبنا ان احنا مش عارفين نوصل بالطرق المستقيمه او الطرق الشرعيه ان احنا نوصل نعرض. فاحنا كشباب حر عندنا مسرح حر نقدر نقدم فيه كل طاقتنا واجتهاداتنا. ثاني هام ان العرض بيناقش مشكله مهمه جدا وهي الوضع السياسي او الوضع اللي موجود على الساحه. صور الاشخاص الناس في المجتمع بتظهر مره واحده بتختفي مره واحده ما نعرفش مين السبب ومين المعالج. مجموعه بشر الشبابيه للتنميه الثقافيه والفنيه تعد نموذج للشباب الجامعي الذي يحاول ان يصل بموهبته وفنه ويقدم في نفس الوقت رساله تساهم في التعبير عما يدور في المجتمع. طارق سلطان، الحياه اليوم.